مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مصلحة الأرصاد الجوية تحذر من استمرار هبوب رياح قوية على كل المناطق الشمالية، ستعمل على تصاعد الرمال من المناطق الجنوبية إلى غاية المناطق الشمالية. خلال يوم الغد يبقى الطقس ثقيل، درجة حرارة تفوق أيضا المعدل الفصلي، الرياح تكون قوية نحو المناطق الوسطى والغربية وحتى على أغلب مناطق الجنوب الكبير. هنا ستعمل على نشاط بعض الزوابع الرملية. أجواء مغشاة ستميز الجنوب الغربي لغاية شمالي الصحراء مع احتمال أمطار رعدية نحو منطقة الثورة. خلال أواخر النهار ستلتحق بعض الأمطار الرعدية نحو المناطق الغربية. الحرارة خلال ليلة اليوم ترتفع لغاية 22 درجة بالعاصمة ووهران، وما بين 16 درجة بالنسبة لتيزي وزو إلى 17 درجة بتلمسان، 12 بكل من عنابة سكيكدة باتنا وتيارت، لن تتعدى 15 درجة بغردة، بينما ترتفع إلى غاية 22 درجة بالصحراء الوسطى وأقصى الجنوب وتقارب 10 درجات فقط بتندوف. أما خلال ظهيرة الغد الحرارة قصوى تبقى تفوق المعدل الفصلي، ترتفع إلى غاية 32 درجة بوهران، تقارب 28 درجة بالعاصمة بجاية، كذلك بسكيكدة وعنبة، 29 درجة بتلمسان، 27 درجة بتيزي وزو، 19 بالبيض والجلفة، بينما ترتفع بالمناطق الداخلية الشرقية لتقارب 26 درجة مئوية. بشمال الصحراء ستصل إلى 29 درجة بغردية، في حين لن تتعدى 19 درجة فقط ببشار، 20 درجة بتندوف، وترتفع إلى غاية 35 درجة بالصحراء الوسطى، إلى غاية 37 درجة بأقصى الجنوب. البحر سيكون مضطرب على كل السواحل، رياح معتدلة إلى قوية نحو السواحل الغربية، سرعتها تقارب 60 كيلومتر في الساعة، تأتينا من شرقية إلى جنوبية شرقية. جولة خاطفة إلى بعض عواصم شمال قارة أمريكا. أجواء متقلبة على أغلب العواصم، بموريال درجتين فقط. ترتفع الحرارة بنيويورك إلى 16 درجة، ترتفع أكثر بواشنطن لتقارب 20 درجة، تقريبا نفس المقياس بدالاس، بينما أجواء مطرة بفانكوفر مع 11 درجة. أمطار رعدية ستخص مكسيكو ب 26 درجة مئوية، وتقريبا نفس الأجواء بميامي عدا بدالاس تقارب 19 درجة مئوية. وقت شروق الشمس صبيحة الغد على مستوى العاصمة سيكون في حدود الساعة 6 صباحا و59 دقيقة. شكرا على المتابعة، دمتم بصحة.